السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا إخواني الكرام في حلقة أخرى جديدة. حلقة اليوم إن شاء الله أريكم طريقة صنع هذا الفستان البسيط والجميل. نبدأ دائما أنا أشتغل غالبا يعني بإبرة كرش رقم 2.5 وخيط مناسب كما ترون. غالبا أشتغل بهذا الخيط، فأبدأ من جهة الأركان. دائما أفضل أن أبدأ من جهة الأمام والخلف، هنا في جهة الركن أفضل. أول شيء سأبدأ به هو ربط الخيط جيدا. بعد ربط الخيط سأصنع أول غرز سلسلة. أبدأ هنا هنا في وسط غرزة الصدفة، أصنع بثلاثة غرز سلسلة، 1 2 3، ثم أذهب مباشرة إلى الركن الآخر وأصنع غرزة عمود. هنا هذه الطريقة مختلفة قليلا عن الفيديو السابق لفستان آخر، فهذا يعود إليكم إذا أردتم أن تربطوا هنا مباشرة بدون يعني أن يكون هذه الفتحة هنا، فيمكنكم هذا، وإلا يمكن أن تفعلوا هذه الطريقة هنا. يعني ليست هناك زيادة كبيرة، لكن من يريد أن يكون وسع قليلا في جهة الأكمام. سنتابع بهذه الطريقة إلى نهاية إلى الركن الآخر وأعود إليكم. دائما فوق كل غرزة عمود جديدة، ونتابع بهذه الطريقة إلى أن نصل إلى الركن الآخر. وصلنا كما ترون هنا إلى الركن الآخر، والآن داخل غرزة الصدفة الأخرى نصنع غرزة عمود جديدة، ثم ننتقل مباشرة إلى الركن الآخر وأصنع داخل غرزة الصدفة، أصنع داخلها غرزة عمود جديدة بهذه الطريقة مثل الركن الآخر. أستمر الآن فوق كل عمود، أصنع عمود جديد. الطريقة سهلة جدا وبسيطة، نتابع بهذه الطريقة إلى نهاية الدورة. في النهاية أربط بواسطة غرزة منزلقة كما ترون، هذا هو الشكل النهائي. بعد أن وصلنا هنا 1 2 3 4 5 أسطر، فالمرحلة الموالية وهي كما ترون أغلقنا بواسطة غرزة منزلقة، والآن سوف نشتغل في الغرزة الأولى 3 غرز سلسلة. هنا بدأت غرزة 1 2 3، ثم في الغرزة الموالية غرزة عمود عادية، من بعد في الغرزة الأخرى أشتغلها بهذه الطريقة، أصنع واحد غرزة عمود أمامية، ثم في نفس الغرزة بهذه الطريقة غرزة العمود الأمامية الثانية، ثم أستمر في هذه الغرزة الموالية أصنع غرزة عمود واحدة، الغرزة الأخرى أيضا غرزة عمود واحدة، ثم الغرزة الأخرى أصنع فيها غرزتي عمود أماميتين بهذه الطريقة، واستمر بهذه الطريقة إلى نهاية الدورة. مرة أخرى هنا غرزة عمود واحدة عادية، الغرزة الأخرى أيضا نصنع فيها يعني غرزة عمود عادية، ثم الغرزة الثالثة نصنع فيها غرزتي عمود أماميتين بهذه الطريقة.
سنتابع كما قلت بهذه الطريقة لنهاية الدورة وأعود إليكم. وصلت هنا النهاية، وهنا بقي لي غرزتين، سأجمعهما في غرزة واحدة، في غرزتي عمود أماميتين كما رأيتم هنا بهذه الطريقة. ثم نربط بواسطة غرزة منزلقة، وهذا هو الشكل في النهاية. سنتابع غرزة العمود هنا، نبدأ دائما بثلاثة غرز سلسلة. الأفضل أن نأخذ أن نصنع غرزة منزلقة فوق هذا غرزة العمود هنا، غرزة منزلقة، ثم فوق غرزة العمود الأمامية أيضا غرزة منزلقة، ونبدأ من غرزة العمود الأمامية كي لا يظهر أي عيب هنا بهذه الطريقة. نصنع ثلاثة غرز سلسلة، ثم مرة أخرى غرزة عمود أمامية أخرى بهذه الطريقة، ثم غرزتين أماميتين أيضا فوق غرزة العمود الأمامية هنا، واحد اثنان. وهنا أصنع غرزة عمود عادية فوق غرزة العمود العادية، وأيضا غرزة العمود الأخرى أيضا فوق غرزة عمود عادية فوق غرزة العمود الأمامية، غرزتين أماميتين. فوق غرزة العمود الأمامية الأخرى أيضا غرزتين أماميتين. كما ترون هذا هو الشكل. سنتابع بهذه الطريقة على كل الدورة، أيضا فوق غرزة العمود العادية غرزة عمود عادية، فوق غرزة العمود العادية أيضا أخرى أيضا غرزة عمود عادية، فوق غرزة العمود الأمامية غرزتي عمود أمامية، أيضا غرزتين، يعني الغرزة الأمامية الأخرى أيضا غرزتين أماميتين. نتابع بهذه الطريقة على طول الدورة وأعود إليكم. في النهاية نربط بواسطة غرزة منزلقة، كما ترون هذا هو الشكل. الآن سوف نحاول أن نجمع غرزة العمود الأمامي الأولى والثانية في غرزة واحدة بهذه الطريقة. أخرج الإبرة من غرزتين فقط، ثم أصنع في الغرزة الموالية غرزة العمود الموالية غرزة عمود أمامية، هكذا يظهر كأني جمعت الغرزتين في غرزة واحدة. ثم غرزتين العمود الأماميتين الأخرى أيضا أجمعها بهذه الطريقة كما ترون لكم، هكذا، ثم ألف مرة أخرى وأدخل في غرزة العمود الأخرى، ثم أخرج، والآن أخرج من كل الغرز إلى غرزتين ثم من غرزتين. الآن أصنع غرزة سلسلة واحدة، ثم فوق غرزة العمود العادية أصنع غرزة عمود عادية، غرزة العمود العادية الأخرى أيضا فوق غرزة عمود عادية، ثم غرزة سلسلة، ثم أجمع الآن غرزتين الأماميتين في غرزة واحدة بنفس الطريقة التي أظهرت لكم قبلا. أخرج من كل الغرز ثم من غرزة واحدة، أجمع مرة أخرى غرزتين أماميتين هنا في غرزة واحدة كما ترون بهذه الطريقة. غرزة سلسلة واحدة فوق غرزة العمود أصنع غرزة عمود، فوق غرزة العمود الأخرى أيضا غرزة عمود، يعني عادية غرزة سلسلة،
غرزة السلسلة هي فقط نعوض بها غرزة العمود التي نجمع هنا، يعني نزيل ننقص هنا غرزة عمود، لذلك نعوض غرزة السلسلة بها، نجمع غرزتي عمود مرة أخرى هنا في غرزة واحدة بهذه الطريقة. أيضا هنا من الممكن هنا أيضا أن نصنع غرزة عمود أمامية هنا، فوقها غرزة عمود أمامية وغرزتي العمود الأماميتين وسطى، تصبحان غرزة عمود أمامية واحدة. لكن أنا اشتغلت بهذه الطريقة سيكون أيضا جيد. غرزة سلسلة فوق غرزة العمود العادية، غرزة عمود عادية فوق غرزة العمود العادية الأخرى، أيضا غرزة عمود عادية، غرزة سلسلة، ثم نجمع غرزتي عمود هنا في غرزة واحدة كما ترون بهذه الطريقة، ثم غرزتي العمود أيضا الأخرى نجمعهما في غرزة واحدة، غرزة سلسلة ثم فوق غرزة العمود العادية غرزة عمود عادية. نستمر بهذه الطريقة إلى نهاية الدورة. في النهاية نربط بواسطة غرزة منزلقة كما ترون، هذه هي النهاية هنا بالفوق، صنع غرزة منزلقة، لا ليس هنا، أعتذر، هنا، وهذا هو الشكل. الآن سنتابع، هذه المرة سنصنع غرزة عمود أمامية هنا واحدة، وهنا غرزة عمود أمامية. دائما نبدأ بثلاثة غرز سلسلة مكان غرزة العمود الأمامية، ثم هنا غرزة عمود أمامية، ثم غرزة سلسلة، وفوق غرزة عمود غرزة عمود. هنا لأن غرز الأعمدة كما ترون، لا أدري إن كان يظهر لكم جيدا، لكن كأنها تميل إلى هذه الجهة، لذلك كي نتفادى هذا فيجب أن نشتغل أن نصنع غرزة العمود الأولى ليست فوق هنا، ليست في هذه الغرزة ولكن في هذه الغرزة، وغرزة العمود الثانية نصنعه هنا، ثم نصنع غرزة سلسلة. في السطر الآخر إن شاء الله يجب أن نصنعها هنا، غرزة عمود العادية الأولى هنا، ثم غرزة العمود العادية الثانية هنا. يجب أن يعني مرة كما قلت لكم هنا فوق كل غرزة عمود غرزة عمود، يعني هذه الغرز في الحقيقة الغرز دائما ليس فوقها، دائما في هذا السطر هي في هذه الجهة، لكن في هذا السطر الذي أشتغل فيه فهي مائلة قليلا هنا، ليست هنا. يمكن أن نشتغل في الفوق هنا بالضبط، هنا بالضبط كما ترون، يعني فوقها بالضبط، وأيضا أخرى أيضا هنا، هكذا تكون يعني بالضبط فوق الغرزة. وإلا كما قلت لكم في السطر نصنع غرزة العمود الأولى هنا وغرزة العمود الثانية هنا، في السطر الموالي نصنع غرزة العمود الأولى هنا ثم الثانية هنا، هكذا يكون الغرز لا تكون لها اتجاه واحد، ولكن يكون اتجاه مرة هكذا مرة هكذا، ولذلك تبقى في نفس الاستقامة. يعني فكما قلت لكم هنا سنتابع هنا غرزة سلسلة دائما بنفس الطريقة فوق غرزة العمود الأمامية التي جمعناها، يعني جمعنا هنا غرزتين، هي في الحقيقة الآن غرزة عمود أمامي واحدة، وهنا غرزة عمود أمامية واحدة، ثم غرزة سلسلة، ثم هنا فوقها بالضبط كما قلت غرزة عمود عادية، وهنا غرزة عمود عادية، غرزة سلسلة، ونتابع بنفس الطريقة إلى نهاية الدورة.